زيك الجورج، زيك الجورج. ما نطلع قدام، معلش تعالوا قدام، تعالوا قدام، تعالوا قدام عشان الموضوع عايز تركيز، اللي عايز يروح يروح، واللي هيقعد يطلع قدام، بصراحة كده، واللي قلقان ورا حد بره معاد، ده موضوع تاني، اللي عايز يطلع يطلع، عشان الموضوع ده عايز تركيز شوية، هنسمع ونركز، أوكي؟ ها اللي واقفين على الباب، عايزين نقفل الباب، عايزين نقفل الباب، عايزين نقفل الباب، الباب عايزين نقفله ونركز، عشان الموضوع ده عايز تركيز شوية، ها؟ خلي الباب مردود، نخلي الباب مردود، اللي هيطلع يطلع ولا ايه؟ اللي هيسمع يسمع. نصلي معاكم قبل الناس ياخد بركتكم. باسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. الهنا الصالح مخلص نفوسنا اشكرك يا رب لاجل نعمتك محبتك رأفاتك لطفك. كن حاضر في وسطنا بشفاعه العذراء من نور كل قديسيك. اجعلنا مستحقين قلب الشكر. ابانا الذي في السموات قدس اسمك لياتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك الارض. خبزنا كفافنا اعطينا اليوم. اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا. دخلنا في تجربه لكن نجي من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لان لك الملك والقوه والمجد لابد. هو النهارده انا يعني دايما احنا بنتكلم يعني احنا هنسال اسئله وانتوا تفكروا معانا. دايما بنتكلم عن خطيه ابونا ادم وامنا حواء. يعني عمل ايه ابونا ادم وامنا حواء؟ يعني كلوا من الشجره. ايه يعني ما كلوا من الشجره يعني؟ ها؟ ساعات ناس ليها اسئله كتيره في الموضوع ده. ايه يعني لما كلوا من الشجره يعني؟ كان جعان وكل من الشجره، شغلانه هي. نبه عليهم ما ياكلوش من الشجر. ها؟ ايه الخطية دي ليه يعني؟ هما طيب اتكبر على ربنا. ذبيح لو ما اكلش يعتبر انه طوع يعني. معلش نقفل الباب. اقفل الباب. طيب عموما نرجع للانجيل ونشوف مع بعض ونحكي مع بعض، نحكي وناخد وندي مع بعض كده ونحكي مع بعض. يقول لو بتوع الكمبيوتر يقدروا يطلعوا لنا على الشاشه يبقى حلو، لو حد طلع انجيل على الشاشه يبقى جميل، لو في انجيل على الكمبيوتر لو في انجيل نطلع على الشاشه. بيقول اصحاح 3 وكانت الحيه احيا الجميع حيوانات البريه التي عملها الرب الاله فقالت المراه حقا. خلي بالكم الكلام، كل كلمه لها معنى. احقا قال الله لا تاكل من كل شجر الجنه. احقا يبقى سؤال، السؤال هو احقا في السؤال اهو بيقول كده احقا الحية بتسأل احقا قال الله. قال لأمي ربنا الله لا تأكل من كل شجر الجنة. خلي بالكم السؤال. فالمرأة ردت الأول، هي اللي ردت، بس كلمة حقا قال لكم إن هما كانوا الاثنين مع بعض. أبونا آدم وأمنا حواء مع بعض. فقالت المرأة الحية من ثمر شجر الجنة نأكل. وأما ثمر شجرة الشجر التي في وسط الجنة فقال الله لا تأكل ولا تمساه. مش عارف هي جابت ولا تمساه منين، لكن إيه؟ قد يعني تقصد انه ما تجيش ناحيته، ما نقربش منه خالص، قد يكون. اوكي؟ لئلا تموت. فقالت الحيه للمراه لن تموت. الحيه قالت، خلي بالكم كلام الحيه. ده السؤال الاجابه على لسان مين؟ الحيه. الحيه بتفطنها، قالت لها لن تموت. لن تموت، مش هتموتوا. لن تموت. امال ايه بقى؟ بل الله عالم انه يوم تاكلان منه تنفتح
عينيهم وتنفتح. تنفتح أعينكما. أوكي؟ يوم تأكلان منها تنفتح إيه؟ أعينكما. وتكونان كالله. تكونان كالله. يبقى هيبقوا زي مين؟ كالله. تكونان كالله. كالله. هتكونان كالله. عارفين الخير والشر. فرأت المرأة أن الشجرة جيدة للأكل. رأت المرأة أن الشجرة جيدة للإيه؟ للأكل. وأنها بهجة للعيون. بهجة للعيون. وأن الشجرة شهية للنظر. جيدة للأكل، بهجة للعيون، ها؟ وأنها شهية للنظر. فأخذت من ثمرها وأكلت، وأعطت رجلها أيضا معها فأكل، فانفتحت عينهما وعلم أنهما عريانان، فخاط أوراق تين وصنع لأنفسهما مآزر. بس لغاية كده خلصت. يعني أكبر مصيبة للبشرية كلها خلصت لغاية كده. لو احنا جينا نحلل اللي قالته الحية، قالت له أحقا، نسميه ايه ده؟ تشكيك. مش بتستفسر، لا، ده اسمه ايه؟ تشكيك. اسمه تشكيك. ردت عليها قالت لها أحقا قال لكم الله؟ يعني هو ربنا قال لكم كده بجد؟ أحقا قال لكم الله. سؤال، بس من ورا السؤال في شكوك. يقصد ايه؟ ردوا علي على وجدعان، يقصد ايه؟ فمفروض كانوا يردوا يقولوا ايه. هي على طول دخلت بالاجابه. لما ردت امنا حواء قالت لنا، قالت لها ما تاكلوش من الشجره بتاعت الشجره دي اللي في وسط الايه؟ الجنه، في وسط شجر الجنه كله، ولا تمساه. كويس، ولو ان ولا تمساه دي ما سمعناهاش في الوصيه، لكن احتمال تكون تقصد يعني ما تقربوش منها خالص. ما تقربوش منها ايه؟ خالص. يعني عارفه الوصيه، يعني عارفه ان ربنا قال لها مش هتاكل من الشجره دي ابدا. هي عارفه، هي وابونا ادم. الاجابه هي ما جاوبتش. مين اللي جاوب؟ الحيه. امنا حواء ما جاوبتش. تفتكر جاوبت؟ هي عندها استفسار جوه. ليه منعكم؟ والسؤال مقصود بايه؟ احقا دي، احقا ايه المقصود باحقا؟ يعني مش عارفه ليه منع، ليه قال لكم احقا قال لكما؟ بجد الموضوع ده كده انه قال لكم ما تاكلوش عشان تسير ذهنها وقلبها يفكر في الاجابه. ومن حواء جاوبت؟ جاوبت؟ ما جاوبتش باللسان، عندها مشكلة. مش عارفة ليه؟ ليه؟ ليه عشان إيه؟ آه صحيح، ليه؟ ليه ربنا منحهم؟ لو إحنا مكانها هنرد نقول إيه ولا نفكر إزاي؟ ليه ما ربنا منحهم؟ ما برضو الحاجة ساعات واحد يجي يقول لك ليه ربنا بيسمح بالضيقات دي؟ ليه بيسمح بالشدائد؟ ليه مش عارف إيه ربنا؟ سؤال. في أسئلة كتيرة خصوصا اليومين دول، هتلاقوا في أسئلة منتشرة في الفيسبوك، في الفيسبوك وفي شمال ويمين ومع الشباب ومع الناس. سؤال، مجرد سؤال عايز إجابة. هي دلوقتي أمنا حواء مش عارفة تجاوب. كان مفروض تجاوب تقول إيه؟ أنا عايزكم تطلقوا ذهنكم للعنان، كل واحد يسيب دماغه كده ويقول كان مفروض تقول إيه؟ تأكد الكلام ازاي؟ ايه السبب؟ ايه العلة؟ عندها دماغ ومخ بيفكر، ليه ربنا عمل معاكوا كده؟ لما دماغي ما بيلاقيش السبب ساعات دماغي بيخطرف، يوم يعمل ايه؟ يتهم ربنا. خلي بالكم، هي سألتهم سؤال هم ما عرفوش يردوا، راحت هي مدياهم الرد تاني.
يسألك ربنا يسألك سوري يسألك الشيطان يسألك سؤال ما تعرفش ترد يوم يديك الايه الإجابة. هقول لك انا ليه بقى، ليه ربنا سمح بمش عارف تسونامي يحصل ولا مش عارف حرب ايه ولا بتوع داعش يطلعوا ما تعرفش الإجابة، ولك ربنا سايب الكون على حل شعر والأشرار بيتحكموا في الأبرار والدنيا كده سايبة ربنا، أصلا ربنا سايب، فين ربنا؟ الإجابة جت من بق الحية، لن تموت، تشكيك وتأكيد إن ربنا كذب عليهم مش هيموتوا كده، حطت ربنا في وضع بدل ما الله صادقا وكل إنسان كاذبا، حطت ربنا إنه بيضحك عليكم ولا هيحصل حاجة، وبعدين هتنفتح عينكما في خير من وراء الموضوع ده، واخدين بالكم؟ ثلاثة، ستكونان كالله. ماشي معايا ولا لا؟ ماشي معايا؟ قولي قولي. ما هو ما قالش ما تلمسوش لكن بفرض. تمام. ما قال لهمش السبب. هو قال لهم لو اكلتوا من الشجره دي. ما دي مشكله، مش كل حاجه احنا عارفينها. تمام. هي جت على هل السؤال اللي بساله في اشياء كثيره عسره الفهم في الكون بتاعنا. خلي بالكم انا ماشي معاكم. ها؟ هل كل واحد فيكم يعرف كل الاجابات لكل حاجه؟ هل كل واحد فينا يعرف الاجابات لكل حاجه؟ فالشيطان بيجيب اسئله لحاجات قد ما نكونش قادرين نعرف اجابتها. حلو، عايز تقولي ايه بقى؟ صح تمام؟ طيب ما بعد كده رجعت الحية وراحت قالت لهم لن تموتوا، بس هي ردت الرد اللي هي سمعته من ربنا. خلي بالك. السؤال ما كانش مقصود بيه يقول لها اه، ما هي عارفة، الحية عارفة ان ربنا قال لهم لن تموتوا. ان ربنا قال لهم هتموتوا. السؤال مقصود بيه حاجه تانية، تكذيب لربنا، وعد كاذب، اثاره الذات، الذات بتاعتهم هتبقوا كالله. يبقى السؤال في تركه، السؤال في ايه؟ في تريك في السؤال كده، مقصود بالسؤال ان في طعم ورا السؤال، في طعم، مش عايزه تعرفها، دي عايزه ايه؟ عايزه تكذب ربنا في عينيهم ويطلع ربنا كذاب. الثقه بربنا يحصل ايه هنا في الثقه بربنا؟ يفقدوا الثقه في ربنا، هنا فقدان الثقه فالله. ها تنفتح عينكما تعشمهم، ها تديهم شهوه، هتنفتح عينكما تعرفوا كل حاجه، ها هتبقوا مفتحين، بدل ما انت مقفل هتبقى ايه؟ مفتح. دي الشجره جيده، فيبقى هنا هوت تنفتح عينكما، فيها ذات وفيها المعرفه انه يعيشوا في وضع افضل، تعشيم، يتعشموا في وضع أفضل، في وضع أفضل، وضع أفضل. وبتكونان كالله، دي الذات 100%، الذات بتاعتهم تايه. يبقى الغرض من السؤال ايه؟ الغرض من السؤال حرب. ها الغرض من السؤال، في حرب ورا السؤال، عشان كده هما ما انتبهتش هي كان مفروض ترد تقول ايه. انا عايز منكم السيناريو الصح، كان مفروض ترد تقول ايه؟ حد يفكر يقول لي كان مفروض تقول كذا. اتالي كان مفروض ابونا ادم قال لها اسكتي، ها كان عمل جدع في ده ابونا ادم وقال لها اسكتي اللي بتقوليه ده، ها حيه، بس ابونا ادم رخر سكت، لا ابونا ادم ولا امنا حواء نطقوا، لا بلعوا الايه الطعم. كان مفروض من الاول خالص ما تفهموش. انا كده بقرب لكم الاجابه، كان مفروض تقول ايه؟
ارفعوا ايديكم وقولوا ها ليه تسيبها وتمشي؟ انت ما تعبرنيش ايه الحجه انها تسيبها وتمشي؟ طب انا عملت ايه؟ دي حيه جميله ولطيفه وجلدها بيلمع وشكلها حكيمه، ليه؟ حد يقول لي انا كلامك مظبوط بس ليه؟ انت قلت كلمه في النص، الثقه. هثق فيكي ليه؟ ها الثقه حلوه، بس كمل بقى. ها ايوه ايناس، برافو. الثقه، هو ربنا اللي قال لهم الكلام ده مين؟ والحياه مين؟ ربنا اللي قال لهم الكلام ده مين؟ الله اللي قال لهم الكلام ده. هل معروف بالنسبه لهم ولا مجهول؟ ها خلقني، عمل الخليقة دي بحكمة، شفت ايده لما كنت لوحدي وتعبان جاب لي حواء، حواء شافت نعمته وشافت حنانه وبيشوفه كل يوم. ثقة، فين الله؟ يبقى مفروض هنا كانت ايه؟ يقولوا لا احنا عارفينه، احنا عارفين مين هو الله، احنا ايه؟ ها احنا عارفين مين هو الله. لا الله حنين، لا الله ما بيكذبش، لا الله حنين، لا الله ما بيكذبش علينا. 100% هنموت لو ايه؟ لو كلنا منين؟ مش الوصية دي صادقة، لا مش بيضحك علينا، لا لم يقول لا تزني، يبقى 100% لا تزني دي وراها في مصيبة لو ايه؟ لو حصل الخطية، وقعت في الخطية. لما يقول لا تكذب يبقى اوكي، لما يقول ان حنين يبقى حنين. الثقة، يبقى مين الله؟ يبقى دي وراها الثقة والإيمان في الله. يبقى هي، خلي بالكوا هنا، هنا لما صدقت وكلت من الشجرة عملت ايه؟ عملت ايه لما صدقت وكلت من الشجرة؟ برافو. لما صدقت وكلت من الشجرة وثقت في الحية اكتر من الله، عشان ما حدش يقول لي دي كانت بس جعانة وكلت، يعني الشجرة كانت جميلة فكلت، ايه يعني حصل في الدنيا لما كلت من الشجرة؟ يبقى هنا واحد اتنين، حد يقول لي برضو كان مفروض يردوا ايه؟ عايز نقطة معينة تقولوا لو وصلتوا لها يبقى وصلنا لحل حاجات كتير، اتفضل. برافو، هرجع لربنا مصدر الثقة، لما نشوفه هنسأله، لما اشوف ربنا هعمل ايه؟ هسأله، نسأل الله. لا مش في علاقة بيننا وبينه؟ هو أي حد يقول لي أي كلمة صدقها؟ أنا وثقت فيه وشفته وهو اللي خلقني وهو المصدر بتاعي وهو كل حاجة، أبقى أسأله تاني. أرد ترد تقول إيه؟ ترد تقول إيه الحي؟ ها؟ على لن تموتوا تقول إيه؟ تقول لها لا هنموت تقصدي ولا تقول إيه؟ الحية بتقولها لن تموتوا، اه، لكن هي كان المفروض امنا حواء او ابونا ادم يرد يقول ايه؟ انا عايز كلمة، عايز كلمة لو وصلنا لها هنحل مشاكل كتير. ترد تقول ايه تاني؟ هما عندها مشكلة، قالت لها احقا؟ فهي لقت فعلا ليه عمل ربنا فينا كده؟ وليه قال لنا ما تاكلوش؟ واتزنقت وقعت في حيز بيس هي وابونا ادم. راحت الحية نطة وراحت مديها الجواب لن تموت تنفتح عينكما تصيرك الله. كان مفروض ترد رد، ها الحية كويس، معنى الحية كدابة، ها انا على لساني الاجابة اقول، عايز كنت حد منكم يقول حاجة، ما دي قلناها دي الثقة. كان مفروض تقول ايه؟ ايه عدم الشك في الله، ايه عرفت؟ تمام تمام، انت قلت حاجه حلوه، مش لازم افهم كل حاجه ولازم اسراره كلها اعرفها، انا فين وهو فين؟ هو الله العظيم الابدي، يمكن اخفى عليا حاجه مش عايز يقولها لي الحكمه، هو فاهم اكتر مني،
يوم ما افهم انا زي زيه يبقى عقلي زي عقله، هو ده معقول ان انا عقلي يبقى زي عقله؟ لا. سؤال، عيل صغير قد كده بيسألني سؤال، يقول لي ليه بنشوف والنور متقاد وليه ما بنشوفش والنور مطفي؟ اجي انا اقول له اصل في رودز وفي كونز في العين وفي فيتريس هيومر وفي مش عارف، الراجل ده فاهمني، وفي بيوبل وفي مش عارف ايريس وفي مش عارف ايه، الواد هيفهم؟ هيفهم؟ هو اللي بيستعرض علي. تقول بص يا حبيبي انت تثق فيا، انا انت مش هتفهم اللي هقوله لك دلوقتي كله، لكن عشان انا ايه درست 7 سنين طب و3 سنين عيون واشتغلت وشفت وعارف، فانا اعرف حاجات انت ما تعرفهاش. والواد يقول لي انت مش عايزني ابقى زيك ومش عايز تقول لي ده، انت صحيح يا اخي، هروح اسال ماما. ايه رايكم في الواد ده؟ اقول له روح اسال ماما وبابا بقابلني لو عرفت حاجه، لا ماما هتقول لك ولا بابا هيقول لك ولا هتفهم حاجه، وتفضل طول عمرك كده، صح ولا لا؟ لازم افهم كل حاجه انا؟ حد يرد علي. ساعات اللي بيسالوا اسئله عايزين، مش معنى كده ان احنا بنرفض الرد على اسئله الناس، لا احنا هنرد على اسئله الناس، اللي عايز يرد السؤال ممكن نجاوب، بس مش لازم افترض ان عقليتي قد عقليه مين؟ ربنا. اذا كان الراجل الدكتور ده لما اساله سؤال ويحس ان انا مش فاهم يطبطب عليا ويقول اصل العين دي زي الكاميرا فيها عدسه كده وبتلقط الصوره وبتشوفها، خلاص هي الواقع كده؟ الواقع كده؟ كل سنه وانتم طيبين. لا ده الواقع ولا حاجه. اضحكوا بحكايه كده، كان زمان ابونا فانوس، الكلام ده من حوالي 30 سنه، وكان معانا دكتور زميلنا وكانت لسه الافلام بتتحمض سنه حاجه و70، رحنا الدير ابونا فانوس تاني بقى عايز اخد بركه ابونا فانوس، قال لي وريني البتاعه ديت، خد الكاميرا، قال لي دي بتصور، قال له فتح يتفرج على الفيلم، ابونا فانوس راح فاتح ومسك له الفيلم كده، والتاني فضل يعيط يعيط، الفيلم اتحرق، كان اياميها الافلام بتتحمض. يعني دي مش بالخرم ده بيجيب، فابونا فانوس ببساطه الله يعلم كان يقصد يحرق له الفيلم ولا لا، احرقه له. فاللي انا عايز اقوله يعني بتصور ازاي؟ بتعمل ايه؟ مش فاهمين. فمش لازم دماغي تبقى بدماغ مين؟ ربنا. كان مفروض بقى يجاوبوا ايه؟ الاجابه النموذجيه بقى، كل الاجابات اللي فاتت دي صح، يقولوا له ايه؟ يقولوا الحقيقه ايه؟ ما نعرفش، مش كل حاجه نعرفها. هو ما اعلنناش، ما قالناش كل حاجه، مش لازم دماغنا يبقى بدماغه، لكن هم طمعانين يبقوا ايه؟ ها؟ كالله. طمعانين يبقوا ايه؟ طمعانين يبقوا ايه؟ كالله. اكتر خطيه ممكنه ممكن الواحد يعملها هي خطيه ايه بقى؟ الذات. ابقى كالله عارفا الخير والشر. ابليس خطيته كانت فين؟ حب يرفع كرسي حتى فوق ربنا. اكتر خطيه ممكنه ممكن الانسان يعملها يبقى كالله. عشان كده هحط ايه النهارده سهله جدا، ممكن تجيبوها لنا من على الشاشه. الايه دي تثنيه 29 29، تثنيه 29 29، يجيبوها كده، تثنيه 29 29، يقول السرائر لله والمعلنات لبني البشر. يعني ايه السرائر؟ ها السرائر لله والمعلنات لبني البشر. حد لقاها؟ تثنية 29 29، ده انتوا لسه في اصحاح 2. لا ده جت على طول اهي، ايه 29، لو نكبرها يبقى حلو. ها ها السرائر للرب الهنا والمعلنات لبني البشر. هل ممكن الآية دي تدخل في دماغنا؟ لوجيك الكلام ولا لأ؟ لوجيك الكلام ولا لأ؟ بقى قبل ما ندخل في خطية أبونا آدم ومنحاول نكمل،
السرائر للرب إلهنا والمعلنات. هو بيعلن لي اللي هو عايزه. مش معنى كده دماغي يوصل دماغه وابقى فاهم كل حاجه عنه. في اسئله كتيره قد يكون مش عارفين اجابتها. دلوقتي اخر زمن هيبقى فيه المشكله ديت. الناس دماغتها هت ايه هتحس ان هم كالله عارف ان الخير مش ليه ربنا ما بيعملش كده. وبعدين هيزنقهم ما عرفوش الاجابه. طبعا مين اللي كان ورا السؤال؟ الحيه. يقوم بعدين الحيه الله قاسي. الله مش عايزكم تعرفوا. الله ما بيحبكمش. وهنا موجه التجديف الاخرانيه والارتداد الاخرانيه. انسان عايز يتعظم ويصير مثل مين؟ مثل. مش معنى كده مش هنرد على الاسئله. هنرد على الأسئلة حسب ما بيعلن لنا روح الله القدوس. روح الايه؟ روح الله القدوس يعلن. لكن مش لازم نفهم كل حاجة. وقت ما افهمش اقول ايه؟ فغبي انا يا رب والحكمة ايه؟ عندك. فغبي انا يا رب والحكمة عندك. طب عايز يعلن لي. يعلن لي ازاي؟ يعلن لي بروح القدوس. عشان كده القديسين عرفوا اسرار كتير قوي. مش العلماء. مش الايه؟ مش العلماء. القديسين يفهموا كتير بالروح القدس. يعلن له ما لم تره عين، ما لم تسمع به اذن، ما لم يخطر قلب بشر. ما سكتش لغايه كده. هذا اعلنه الله لنا بروحه الايه؟ قدوس. قريب من حوالي سنتين، سنة ونص، ثلاث سنين ناس اتذمرت وكتبت على الفيسبوك ليه يا رب كده؟ أجسادي القديسين في قطفيح يلعبوا بيها الكورة، ليه يا رب تسمح بكده؟ مش هصلي على النت. إيه ده؟ إيه مش هصلي؟ خلاص حكمت على ربنا ولا حكمت على ربنا إن ربنا ساب الناس وساب البشر؟ طب اصبروا 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 اصبروا. سيب اللي يطلع على الوش يطلع. دعهما ينميان ايه؟ معا. وبعد شوي هيبان شر الاشرار ويحفروا لنفسهم حفره ويقعوا فيها. والناس القديسين هيطلعوا تاني. اصبروا اصبروا. لله خطط. ليه يسمح ربنا بمشاكل؟ ليه يسمح بضربات؟ حكمته. ليه يسمح بمرض فلان؟ حكمته. هل نقدر نتضع والذات عندنا تنكسر ونقول له يا رب لتكن ايه؟ لتكن انت حكمتك عظيمه ولتكن مشيئتك. احنا مش فاهمين لكن السرائر الرب الهنا والمعلنات لنا ولبنينا الى الابد لنعمل بجميع كلمات هذه الشريعه. السرائر. يا ريت نحفظ الايه مع بعض. السرائر للرب الهنا والمعلنات لنا ولبنينا الى الابد لنعمل بجميع. مش ليه يا رب تسمح بكده وتحرم علينا كذا وما نعملش كذا ونعمل كذا وليه وعشان ايه وليه تقول لنا؟ خدت بالكم دي الخطيه الايه؟ العظمى. خلينا ندخل في نتائج الخطيه ديت. نتائج الخطيه ديت اصبح ايه؟ اكتشف انهم عريانين. انا اتهيألي عريانين دي مش بس من الهدوم. عريانين منين؟ عارفين واحد يقول لك انا ظهري عريان. ظهري عريان يعني ايه؟ انفصل عن الله. لان الذات تفصل الانسان. يبقى الخطيه لما حصلت نتائج الخطيه دي كانت خطيره جدا. انفصال عن الله، رفض لله. نتائج الخطية انفصال عن الله. ليه؟
ليه انفصل عن ربنا؟ ليه انفصل عن ربنا؟ ايه يعني انه كالوا انفصل عن ربنا؟ اي لا مش وقية، لا ممكن ممكن يسامحني في الخطيه، ممكن تاني، لا مش موضوع الخطيه وبس، في حاجه اكتر من الخطيه. الذات ذات نفسها تفصلني عن الله، ليه؟ لان الذات دي انا قلت له انا زيي زيك واصبحانك الله، وانا هنا بقول لك خلاص انا بقيت الند، انا مش هخضع لك لا لقانونك ولا لمحبتك ولا لاي شيء، انا هبقى زيي زيك. اكتر حاجه تفصل الانسان عن الله هي الذات. عشان كده اللي عايز يتمتع بنعمه ربنا لازم يكون ايه؟ متواضع وحاسس بالله العظيم، وقول له يا رب انا عايز منك، لان الله ما يقدرش يغصبه. خلي بالكم النقطه دي، الله مش ممكن يجبرني، لا اجبار، انا اقبل نعمته. عشان اقبل نعمته لازم اقول له ايه؟ اديني نعمتك. ولما اقول له اديني بعلن ايه؟ بعلن ضعفي واحتياجي. لكن هو اللي انا هبقى زي زيك نتيجه الخطيه، ان هو انفصل عن الله نتيجه الخطيه، اصبح ظهره مكشوف، اصبح نكد. يعني ايه نكد؟ عريان من نعمه ربنا وهو مفتح. عارفين كلمه مفتح؟ لك يا عم ما تعملش مفتح بقى، هو عمل مفتح بقى، وابتدى دماغه ايه؟ ابتدى بدماغه، لا ده احنا عريانين بسيطه، دماغه يشتغل وعقله يشتغل بعيد عن ربنا، دور على اوراق الشجر، نعمل قمصان، عنده ذكاء برضه هو. خلي بالكم ابونا ادم وامنا حواء عندهم ايه؟ ذكاء، يدبروا نفسهم. ابتدوا ايه بقى؟ خلي بالكم ابتدوا ايه؟ تدبير انفسهم، او يخلصوا انفسهم، يخلصوا. عشان كده بيقول ايه؟ خلي بالكم الايه تقول ايه؟ تقول ان اللي ايه؟ من اراد ان يخلص نفسه يحصل ايه؟ هيهلكها، هيهلكها. اللي عايز يخلص نفسه، واحد يقول لك يا عم دكاترة ايه وبتاع، ده انا يا عم مختبر، ده انا فاهم كل حاجة، لا اروح للدكتور ولا بتاع، انا هاخد حبيتين مش عارف ايه يجيبوا نتيجة، يجيبوا اجل الحبيتين. ها؟ انا فاهم كل حاجة، انا عارف كل حاجة، انا هخلص نفسي. عشان كده هم الذات كبرت، رفضوا ربنا بكبرياء، دبروا نفسهم، اهلكوا نفسهم. اللي عايز يخلص نفسه هيعمل ايه؟ هيهلكها. واللي يهلك نفسه من اجلي يعني يتضع ويقول لي رايك اعمل ايه، والمسيح يقول له طب شيل الصليب، طب خد الوصيه، طب طوعني، هيخلصها. هيعمل ايه؟ يبقى نتائج الخطيه انفصال عن الله. في حاجة تانية حصلت، في فيروس دخل جوه الكمبيوتر. حد فيكم قبل كده قابل مشكلة زي كده؟ دخل الفيروس. يعني ايه دخل الفيروس؟ لما انفصل عن ربنا اتلخبط حاله، عرف الشهوة اللي ما كانش يعرفها، عرف الذات، خد من ايدين الشيطان الطبيعة بتاعته. حصل ايه؟ فسدت، فساد الطبيعة، فساد الطبيعة، طبيعته بقى فاسدة. هو مش محتاج ان يقول له خلاص معلش اوكي سامحتك، ده محتاج جوه، حاضر يا ميشو، محتاج جوه الاجهزة اللي باظت دي يديله برنامج تاني، بروجرام تاني يصلح الفيروس ده. مش بس محتاج يقول له اوكي خلاص انا سامحتك، محتاج يغير النفسية اللي ايه والذات ديت، ومعرفة الشر، وعرف الشر وبقى الشر في طبعه. زي واحد خد جرعة هيروين في التانية، وبعد شوية الجرعة اللي خدها غيرت مزاجه
وخليته معتمد على الجرعة اللي خدها دي، عايز كل شوية من الجرعة دي عشان يخف. مش محتاج بس ايه يقول استغفر الله العظيم واستغفرت الله العظيم الحمد لله خلاص، لا ده في مصيبة سودة، ده من جوه باظ وفكره باظ، ده حاود عليها وده الشر وعرف الشر والذات، محتاج لمصحة ومحتاج لحد بيفهم يطلع السم منه. ففساد واحد هنا انفصل عن الله فقد النعمة، اتنين اللي حصل له فساد الايه الطبيعة، واحد اتنين فساد الايه الطبيعة، طبيعته فسدت بقى، الطبيعة بتاعته فاسدة. طب بعد كده لما يجي ابونا نوح يعمل خطية، ولكن خطية نوح اكبر من ادم، ما هي هي اصل الطبيعة كانت فاسدة، ايه بقى فلان عمل ولا ما هي خلاص الدنيا فسدت بقى، الكمبيوتر بيطلع رسائل ايه غلط، وبقى سهل جدا يستجيب بطريقة ايه خاطئة، الدنيا خربت الدنيا، محتاج من جديد اللي عمله يصلحه من جديد، يصلح البرامج بتاعته من جديد، يصلح كل ده، كل اللي ايه اللي باظ ده كله يتصلح. فنتائج الخطية كانت مرة جدا مرة جدا، ابتدى يعاني، ابتدى ابونا ادم وامنا حواء يعانوا واتطرد بره الجنة، لان انت ايه اصبر بقى لما ايه ماشي معايا واحدة واحدة كده، لما ايه اعدلك الخلاص بتاعك، ويجي السيد المسيح من اول وجديد يموت ويديله الروح القدس ويفديه ويديله الروح القدس ويبتدي من اول وجديد يشتغل معاه، يجدد الطبيعة بتاعته، يجدد الطبيعة ايه بتاعته. عشان كده الذات رهيبة. اديكم فرصة للأسئلة، اللي عايز فيكم يسأل كده دماغه اشتغل، وعايز يسأل يسأل. ايوه ايوه الدكتور عادل. تمام. بس ايه رايكم، كان عندي جهاز جديد جبته، جهاز جديد جبته، قعدت اقرا في البامفليت، قال لي عشان يتشحن على تيار 220، رحت انا دورت على تيار 500 فولت، رحت حطه فيه، وبعد ما حطيته قلت منه لله الراجل الصانع اللي صنعه، منه لله الراجل اللي ايه اللي صنعه، اهو اتحرق الجهاز. ايه رايكم، انا الغلطان ولا هو؟ مين فينا الغلطان؟ الصانع اللي صنع الكون كله صنعه ومسؤول على المينتنانس بتاعه. اوكي، كلمه المينتنانس دي، وعمل لي ارشادات للكون دوت، حط قوانين، فحط قانون اسمه قانون الجاذبية الأرضية، إن أي حاجة برميها لفوق كده بتنزل لإيه؟ لتحت. فجيت أنا من الدور العاشر وقلت هنط، نطيت اتكسرت رقبتي. قلت ليه يا رب تعمل الجاذبية الأرضية؟ ما أنا عامل الجاذبية الأرضية عشان تقدر تمشي على الأرض، ما لو ما فيش جاذبية أرضية في قوانين، ما أنت الغلطان، ما أنا قلت لك ما تمشي تبعني ومشي زي ما أنا عايز، وأنت إيه؟ مش هيجرى لك حاجة، لكن تخالفني وتقول أنت عامل كده ليه؟ أنا عندي حكمة، عامل ديت بحكمة. الشمس والقمر والهواء والرياح والمية لها قوانين، بس دي خليقة جامدة، خليقة مالها؟ خليقة مالها؟ كلها بتمشي بالقوانين الطبيعية. الإنسان ربنا عمل برضو قوانين تحكمه، بس الفرق بين الإنسان وبقية الخليقة الجامدة إيه؟ عنده عقل، حط له القوانين. الواحد خلي بالك لو الخطية دي هتفسدك، وأنا قلت لك من قبليها أنت حر فتقدر تخطئ أو لا، زي ما قال للأشياء الجاذبية الأرضية
عمل قانون الجاذبية الأرضية وقال أي أوبجكت أو حجر يترمي لفوق هينزل لتحت، بس هو أنتوا تعملوا كده بالك؟ الجاذبية الأرضية شغالة القانون بتاعها، أنا برضو القوانين بتاعتي اللي تحكمني القداسة أعيش بيها، ومخالفة الوصية تموتني، زي قوانين الجاذبية الأرضية وقوانين الكهرباء والمية والماتيريالز والحاجات دي كلها. لو أنت مشيت وخضعت للقوانين دي ستحيا، ولو أنت ما خضعتش للقوانين بتاعة الصانع اللي صنع قالها لك هتموت. هل ده عيب الصانع؟ حد يرد، ايه رأيكم؟ عيب الصانع لو قال لي لو انت مخلوق فيك نفس حية جوه بتحب الناس وبتحبني لان انا خلقك كده، لو انت غلطت في حقي هتحس بانفصال وهتخاف ويدخلك قلق زي القلق اللي دخل للقايين ساعة ما قتل مين؟ قانون هابيل، قتل اخوه هابيل. من فضلك ما تعملش كده احسن هتتعب. هو غلطان انه عمل لي القوانين وقال لي عليها، الوصايا اللي ادهاني ديت محبة منه. حد يعرف مزمور يقول ان الوصايا اللي ادها ربنا لشعبه ده امتياز ومحبة؟ زي الراجل الصانع اللي اداني بامفلت كده مكتوب فيه ارشادات الصنع وايه يبوظ الجهاز وايه يخلي الجهاز يمشي حلو. حد يقدر يلوم الصانع؟ حد يقدر يلوم الصانع؟ هو روخر خلاني بتربيعه معينه وقال لي انت حر وانت تقدر تخالفني بس الوصيه. حد يعرف مزمور اتقال فيه ان امتياز الوصيه بتاعت ربنا اللي حطها لنا امتياز؟ اللي بيصلوا صلاة النوم، المزمور الأخراني، سبحوا الرب يا أورشليم، سبح إلهك يا سيون قد قوى مغلق، أبارك بنيك فيك، جعل تخومك في سلام، يملأك من شحم الحنطر، كلمته الأرض فسر قول عاجلا جدا، المعطي السالك كصوف المزري الضباب كالرماد، إيه بقيتها إيه؟ قدام وجهه برده من يقوم يرسل كلمته فتذيب تهب ريحه فتسيل سيل ماء، المخبر كلمته ليعقوب واحكامه فرائده لاسرائيل، لم يصنع هكذا بكل الامم. يبقى كون يقول لي شريعته دي معناه ان بقيت حبيب وده امتياز. هل يقدر حد يقول ربنا انت ليه يا رب قلت لي ما تاكلش من الشجره دي وتاكل من الشجره دي؟ انا حر اخلاقك زي ما انا عايز لان انا الصانع. هل الجبله تقول لخالقها كنت خلقتني شرير، كنت زنيت وقتلت، ليه حطيت فيا محبه؟ هو خلقني ان انا اسعد بالطريقه دي وقال لي خلي بالك لو انت خالفت ومشيت على صورتي، دي صورتي انا الصوره الحلوه، هتموت. هو غلطان انه قال لي كده؟ قال لي ما تاكلش من الشجره، طوعني، مشي معايا. ها؟ ايه رايكم، غلطان ولا لا؟ ها؟ انتوا كلتوا سد الحنك على الاخر، نشكر الله. الرز بلبن من ملكي. ها؟ قولي. لو ادم وحواء فضلوا زي ما هم وما يعرفوش الخير من الشر. بتسأل سؤال، هي لو ابونا ادم وامنا حواء ما عرفوش الشر كانوا هيخلفوا ولا لا؟ 100% كانوا هيخلفوا لان ربنا خلقهم مثليين، خلقهم تو ايف تو ادم، خلقهم ايه؟ بدل قال ذكر وانثى، يبقى كان في امكانيه للخلفه، ده اللي اعرفه، بس امتى وازاي وليه اخرها وليه بدل؟ بدل خليهم ذكر وانثى. ها؟ ايوه دكتور مخي. طبعا بلا شك ربنا خلقهم عشان هيخلفوا، بس امتى وازاي وربنا مرتب ايه؟ ده موضوع بقى. ها؟ مش الشيطان؟
كحيوان. انت زعلان عشانها ان هي ماشيه على رجلها. طب ليه خلق النمله تدخل جوه جحر؟ ليه ما خلقهاش تطير بجناحات؟ خلي بالكم، ليه ما خلقهاش بتطير بجناحات؟ واراد الله ان هي تبقى رمز للايه؟ خليقته. ليه خلق حيوانات معينه تاكل زباله؟ احنا هنرجع للسؤال الاولاني، احقا قال لكما؟ الرد ايه؟ لو انت قلت الرد اسيبكم وامشي. ها؟ الرد الايه؟ اصله خد بالك جرعه الهيروين اول جرعه دقوها لقوها لذيذه، عرفوا الشر. خد بالك يعني هم ما كانوش، كانوا ببساطه لسه ما يعرفوش غير خير بس، كان عشان يدخل لهم الشر كمان. الجرعه الاولانيه، الجرعه الاولانيه مالها؟ يعني واحد يجي يشرب سيجاره اول مره اوف اوف وهيشنق، وكمان مره هو اوكي. بس هو الوصيه بتقول لهم اللي خلقهم وارشادات الصانع ما تاكلوش من الشجره دي لئلا تموتوا. ارشادات الصانع اللي صنع الجهاز ده بيقول كده، ثقتهم فيه ومحبتهم له، ليه توعوه؟ ليه ما يتوعوهوش؟ معرفه الخير والشر، لما عرفت الشر تعودت على الشر وحبيته، حبيت الايه؟ الشر. عشان كده اتقال على المسيح لم يعرف، ما تقالش عنه ان هو ما عملش شر، تقال عنه ايه؟ لم يوجد في فمه غش، ولم يعرف خطيه من اصله، ما عرفش الخطيه. فاسلم حاجه ان انا ما اعرفهاش. خلينا في السؤال بتاع كرولوس. الله من حقه يخلق زي ما هو عايز، حد يعترض على كده؟ حد يقدر اقول على الفيرجن دي بتاعت الجهاز ده اللي معايا ليه ما خلقتوش بالطريقه ديت؟ بس انا امشي مع الصانع عشان استفاد بالايه؟ بالجهاز اللي معايا. ألعل الجبلة تقول لخالقها لماذا خلقتني؟ مش مفروض ان انا اقول له ليه ما عملتش كذا وعملت كذا؟ لسه ما جاوبتوش الاجابة اللي انا عايزها. لما يجي سؤال ما انتوش عارفينه الاجابة ايه؟ هتعمل زي اخواتنا؟ والله اعلم. لا، اتضع امام الله، اتضع امام الله واقول له يا رب تفكيري ما يجيش قد تفكيرك، لكن ما ظنش السوء في ربنا. وده التجديف اللي هيبقى موجود اخر ايام. تاني، لما يجي سؤال دماغي مسعفني له اعمل ايه؟ اقول له يا رب انت قدوس وانت حكيم، حكمتك عظيمه، ما ابعد احكامك على. مش معنى كلام ان احنا مش هنجاوب، الروح القدس بيعلن واحنا هنجاوب على حاجات كتيرة قوي، بس في حاجات لازم فيها اقول ان عقلي زي ما قلت من شوية، الواد بتاع سنة اولى ابتدائي اللي عايز يعرف الرودز والكونز والايرس والمش عارف الريتنا والمش عارف الايه وليه بيحصل كذا عشان كذا، عقلي مش هيستوعب كل ايه، ما ابعد احكامه على الفحص وطرقه على الاستقصاء. فين تمجيد الله كخالق والاتضاع تحته؟ واقول له يا رب انا فعلا مش عارف، لكن انت يا رب حكيم عظيم، ثقتي بك كبيره. ما ارفعش نفسي وابقى كالله عارفا الخير والشر، بعرف كل حاجه، مفطن مفتح، يبقى هنفصل عن الله. ولما انفصل عن الله انفصلت عن مصدر الحياه. اوكي؟ حاضر حاضر، قول اتفضل حضرتك. قول كان هيفضلوا زي ما هم كده، وبعد كده لو هم اختبروا ونجحوا في الاختبار كانوا يعيشوا للابد مع الله، كان هياكلوا من الشجره اللي في وسط الجنه اللي اسمها شجره الحياه اللي احنا هناكل منها. هناكل منها لما ايه؟ نطلع متكللين ومنتصرين وكفرنا بنفسنا، ينكر ذاته، وتبعنا المسيح وامنا بيه. لكم انتوا تبعتوني
وانتوا عايزيني تعالوا اتحدوا بيا، انا شجرة الحياة اللي في وسط الجنة، وكلوا من الحياة وعيشوا للأبد معايا. كان هيحصل كده، لكن هم عملوا ايه؟ لما سقطوا شافوا نفسهم زواتهم، قبلوا. خلي بالكم في خطيئة كبيرة احنا ما قلناهاش، عدى عليها بسنة صغيرة. هم وثقوا في الشيطان اكتر منين؟ ربنا. وخدوا من ايده، وقصاد كده الشيطان لما اداهم قال لهم ايه؟ من يعرف؟ قال لهم ايه؟ لا، في التجربة على الجبل قالها للمسيح: ان خررت وسجدت لي اعطيك اللي انت عايزه، اديك شهوة، لو عرشيت، لو زنيت، لو قتلت، لو كذبت، اديك اللي انت عايزه. بس في الحقيقة هو كان عايز ايه؟ يستعبدهم، وهو استعبدهم فعلا وبقوا ملك له. عشان كده لما جه المسيح عمل ايه؟ المسيح غفر خطيتي، وفساد الطبيعة بتاعتي جدتها، والعبودية اللي كنت مستعبد بيها للشيطان، المسيح ما عملش حاجة واحدة، خلي بالكم، العبودية اللي كنت مستعبد بيها للشيطان حررني من الشيطان، وبقى هو الملك بتاعي، واتحد بيا، واداني روح القدوس. اللي عمله المسيح مش عمل حاجة واحدة، البروجرام اللي اداهولنا المسيح اللي يصلح الفيروس اللي دخل جوانا ده موضوع كبير، مش موضوع ايه صغير. في سؤال: ما مصير مولود مات قبل معموديته؟ عمره 10 أيام فقط. ده سؤال بيسأل، سؤال معمودية، حد كان قبل المعمودية مات. بقول لكم حاجة، احنا هنقول لكم ارد على السؤال ده بالايه؟ ها، فين المعلنات؟ فين السرائر؟ السرائر للرب الهنا، والمعلنات لنا ولبنينا. السرائر لمين؟ احنا في حاجات كتير نعرفها، بس في حاجات من ايه؟ ما نعرفهاش. اللي معلن لينا نعرفه، اللي مش معلن لينا ما نعرفوش، ما نعرفش ربنا هيعمل ايه. فمش عايزين نتشكك، بس الصح اللي الكنيسة بتعلمه نعمله، الصح اللي الكنيسة بتعلمه ايه؟ نعمل. نحرص على المعمودية على قد ما نقدر، ما نأخرش المعمودية، لكن ربنا هيعمل ايه مع دول؟ هيعمل ايه مع ده؟ دي اسئلة بتبقى مقصود بها بعد شوية. هقول لكم تاني السيناريو بتاع الشيطان. في سيناريو للشيطان: سؤال، احقا؟ زنقة، دماغي اجيب دماغي ادور على الاجابة ما لقاهاش، الشيطان يرد بالاجابة، ده هو خايف احسن تبقوا زيه، ده هو ما بيحبكمش، ده هو قاسي، ده هو ده هو ده هو ده هو. مش كل سؤال معرفش ارد عليه سوء الظن واتهم ربنا بسوء الايه؟ الظن. مرة المسيح قال لهم: لماذا تفكرون بالشر؟ لانه قال للراجل مغفورة لك خطاياك. قال: ازاي بيقول اغفر خطايا؟ ده بيجدد. فالمسيح علم افكارهم وقال لهم: لماذا تفكرون بالايه؟ بالشر. كلنا الذات بتاعتنا نخضع لربنا، نقول: يا رب ما نفهمش كل حاجة، ادينا من ايدك انت، احنا واثقين فيك، احيينا يا رب وادينا نعمة رب. اوكي، انا طولت عليكم، وربنا يعوضكم خير يا بنتي. كنت بتقول انه